الحمد لله على السلامة. وانا جاي لك جاي بدري. إيه انا النهارده جاي قبل ميعادك بساعة، في حاجة ولا ايه؟ والله عديت على الواد بتاع الذهب، لقيت عنده غوشتين يلبسوا في اليد الحلوين دول. يا حلاوة، ايه رأيك؟ دي حلوين قوي، حاجة حلوة. ياه، يلا خش انت كده شوف ايه الدنيا تمام وانا اخش اغير عشان ايه خلصان. اقول لك صح، من فرحتي بالغايش نستني. امك لها ساعة جوا مستنياك، خش لها. عاوزة ايه هي؟ خش لها بس شوف، انا اجيب لك كوباية مية ساقعة واجي. مستنيك من بدري. عامل ايه يا اما؟ كويس الحمد لله. لسه جاي من بره، والله جاي من الشغل تعبان. الف سلامة عليك يا ولدي. ايه امال، في حاجة ولا ايه؟ كنت عايزة منك فلوس سلف. فلوس سلف؟ اه والله اما ما معايا فلوس. لسه الواد مقابلني تحت وقال لي عايز ايجار الشقة وايجار المحل ده تمنه. جا والله بص، ما فيش جنيه والله في جيبي. ياخد منه فلوس 5000 جنيه كده امشي بيهم اموري. والله لو معايا امه ما يغلى عنك، انت عارفان لما بيكون معايا وانت تكون عاوزه بقول له خذي. ايوه فعلا. معلش ماشي، اقوم انا غير عشان جيت تعبان. خلاص ماشي. ابعت لي مراتك تقول شويه. ماشي. اقول لك ايه، هات كوبايه ميه داي. ايوه، وخش انت اقعد مع امه عشان عاوزاك. حاضر. نور الدنيا يا حماتي، عبده بيقول انك عايزاني. ايوه. ايه عامل ايه انت، كويسه؟ ايه ده، ايه اللي ما إيه كنتش لابساهم دول من شويه؟ اه ده ولدك حبيب قلبي، لسه جايبهم لي دلوقتي طازه، هو وداخل عليا والله على طول. جابهم لك دلوقتي؟ اه. ايه رايك فيهم، حلوين؟ بس تقال بصي، حلوين عيار 24. لا ما هو باين عليه. شفتي؟ ماشي. ايه مش هتعملي لي حاجه؟ طيب اشربها. عايزه تشربي حاجه؟ اه اشرب. قولي بس عايزاه انت. اعملي لي كوبايه هنسون، كوبايه شاي، اللي عندك. حاضر يا حماتي. يا ربي، ولدي يستخسر فيا يديني فلوس، وعمال اقول له عايزه فلوس يقول لي مش معايا، وهو جايب ذهب لمرته. والله خساره فيك السبع شهور اللي حملتهم فيه. يا حول الله يا رب، حوشتني للعيال يا ربي.